علاء، هو انت هتكلمني امتى؟ انا مش عايزه اتكلم معاكي خالص، بعدي عني. ليه كده؟ هو انا عملت لك حاجه؟ والله وكمان مش عارفه. لا مش عارفه، لما تعرفي عاد ابقي تعالي اتكلمي معايا. خلاص عادي علاء، ما تزعلش مني، انا متاسفه، مش هعمل حاجه تاني تضايقك. ماشي هفكر. هتفكر في ايه؟ هو انا بقول لك فزوري؟ بقول لك انا اسفه. خلاص عاد، خلاص ماشي، بس شكلك بيقول حاجه غير كده، شكلك زعلان برضو. خلاص عادي يا بنت الناس، قلت لك خلاص ماشي. طيب مش هتفسحني؟ لا مش فاضي، انت مش شايفه اللي في وشي ده؟ ما هيخف لما يخف يعني نتفسحوا. وهنتفسحوا ومعانا الثلاث بنات. لا ما انا هسيبهم لهانم وكمان سعديه وامك. يا شيخي هترمي بناتك كده عادي؟ واه، هو انا ارميهم في الشارع ولا اديهم لحد غريب؟ دمك يعني امهم واختي، يعني اختهم برضو ولا امهم ولا ايه؟ ما جننيش، قول موافق. ماشي استني لما اخف من اللي انا فيه ده الاول وبعدين اقول لك. ماشي ربنا يهديكي، ربنا يهديكي، عشان انا مش عايزه ادخل السجن بحد. تدخل السجن ليه؟ لو اضطريت ان انا اقتل بني ادم. مين دي؟ امي. واه هي عملت لك ايه؟ حرام عليك دي طيبه. بقول لك ايه، همليني، عايزه انام، اطلع بره. انت عايزاها كده ليه؟ عشان بقول لك حرام عليك يا بنت الناس. هقول لك اطلعي، عايزه انام. خلاص نام براحتك. ده ايه الراجل الغريب ده؟ انا برضو اللي غريب. هو علاء ليه كل شوية عايز عقلي؟ هو كرهني ولا أحب واحدة غيري؟ لكم جميلة المطعونة دي، أنا الحق علي اللي عمال أعمل له محشي وفروج. ماشي لما أشوف حكايتك. إيه يا علاء؟ سعاد، أنت يا بنت يا سعاد، تعالي يا هانم، أنا في المطبخ. فينك يا بنت مش باينة؟ بعمل الوكل، أصل الأستاذ علاء عايز محشي وفروج. وماله بألف هنا. قولي لي يا أختي، هو أنت إزاي بتتعاملي مع جوزك؟ عادي زي أي واحدة ما بتتعامل مع جوزها. يعني كل الرجاله زي علاء كده ولا في اختلاف؟ واه هو ماله علاء؟ هو في زي علاء يا بنتي؟ ده هادي وراكز. لا على طول عايز ازعق الايام دي، ومش طايقني، وكل ما اعمل حاجه يقول لي اهدي واقعدي، انت ما تبطليش. في ايه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ لا ما بتعمليش حاجه غلط، بس هو عايزك تبقي هاديه شويه وعاقله، عشان انت كده شبه العيال عماله تلعبي وتتنططي وتجري وتضحكي. هو عايزك هاديه شويه، يعني دي حاجه عفشه؟ انا كده فرفوشه، هو عايزني اقعد نكديه يعني؟ طبعا اكيد مش عايزك نكديه، بس ما تبقيش يعني ايه تتنططي كتير كده شبه العيال، خليكي راكزه. ما بعرفش لازم كده اقعد اتنطط كتير والعب، ما بعرفش اقعد ساكته. حاولي يا اختي معلش عشان جوزك. يا ابوي عاد، انا لو كنت اعرف ان الجواز كده نكد ما كنتش جوزت واصل. لا ومين قال لك ان الجواز نكد؟ طالما انت بترضي جوزك وجوزك هيرضيكي، يبقى الجواز ده حاجه حلوه، وفيه عيال وفيه رحمه وموده ما بينكم وتفاهم، وفيه كده اشتراك في كل حاجه، وتلاقي اللي تحكي له واللي يحكي لك، تبقى حاجه جميله. بس انت اللي هتبعد عن جوزك. لا والله ما ببعد عنه، انا على طول هتكلم معاه، وبنشغله التلفزيون ونقعد نتفرجوا مع بعضيني وناكله ونتكلموا. بس هو كل المشكله ان هو عايز اقعد كده هاديه كده شبه ستات العواجيز، ما تحركش. لا مش بس ستات العواجيز برضو، يعني خليكي راكزه يا اختي. شغل العيال دي انت خلاص كبرت عليه، يعني ما ينفعش تلعبي مع العيال وتتنططي، لعبيهم عادي ماشي، بس ما ينفعش تعملي اللي هم بيعملوه، لازم تبقي كده هاديه، وكمان مش قدام الناس، يعني لو انت بتحب اللعب بس مش قدام الناس. والله هو ما كانش عارف كده من الاول يعني؟ لا قبل الجواز حاجه وبعده حاجه تانيه. ماشي بس انا شاكه في حاجه كده. شاكه في ايه؟ ان في واحده تانيه في حياته. لا لا عيب عليكي، هو علاء بتاع الحاجات دي، يا اختي الرجاله كلهم كده. لا لا ما ظنش. على العموم استناه بكره لما ينزل وهمشي وراه واشوف هيروح فين. واه اوعي تعملي كده يا حزيني، انت هتنكش على المشاكل. ما انا لازم اعرف راسي من رجلي، مش هبقى قاعده كده وخلاص لحد ما اتفاجئ بمصيبه. يا اختي ما فيش مصايب ولا حاجه بعد الشر، ولا في حاجه من اللي في دماغك دي. لا انا قلبي كده حاسس، سيبيني بس امشي وراه واتاكد عشان ارتاح. يا اختي اللي انت هتعمليه ده غلط، وانا لو وافقتك عليه يبقى كده مش بحبك. اخذ الشيطان وطلع الفكره دي من دماغك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي ايوه كده ربنا يهديكي، يلا كملي الوكل وانا اروح اشوف العيال. ماشي اسمع كلام هانم ولا اتاكد بنفسي احسن؟ انا بقول اتاكد عشان ابقى مرتاح. واه هي الحكايه فيها المخفيه دي جميل بنت المحروق. انا قلت برضو الحكايه دي فيها اندي. هي الواكله ناسها دي، مش عايزه تبعد عني ليه؟ اعمل لها ايه؟ احرقها؟ تكون ده شيطان يا ربي، اقرا عليها قران يمكن تتحرق. اعمل ايه انا دلوقتي عاد؟ اروح اجررها من شعرها دي ولا اروح وبعدين اشوف الموضوع دي؟ لا مش قادره. علاء سعاد، انت ايه اللي جابك هنا؟ مفاجاه صح؟ ازيك يا سعاد، رايقه؟
راجع يا حبيبتي، يا رب تروجي روجتي. قولي بتعمل ايه مع المخفية دي؟ هكون بعمل ايه يعني؟ انا كنت معدي بالصدفة وشفتها سلمت عليا. والله وكل ده سلام، ده انا واقفة بقالي نص ساعة. وانت هتركبيني ولا ايه؟ علاء ملهوش صالح، انا اللي لقيته متعور كده قلت اشوفه ماله. وانت مال اهلك، متعور ولا متنيل؟ انت مالك، ايش دخلك انت؟ اه مش احنا جيران والجار للجار برضو؟ وبعدين علاء ده غالي عندي قوي. يا بنت انت هتعصبيني بعد عن وشي، خلينا اشوفها من شعرها ومرمت بيها البلد كلها. اهدي عاد، قلت لك مفيش حاجه، يلا قدامي على البيت. لا مش قبل ما اجيبها من شعرها. يا بنت الناس اعقلي بقول لك. لا مش هعقل، وريني عاد هتعمل ايه. ما تعصبنيش اكتر من كده عشان انا على تكه. والله طب وريني يعني هتعمل ايه؟ يعني انا قفشك مع واحده وكمان لك عين تتكلم؟ قفشاني مع واحده مين؟ انت اتجننتي؟ احنا في شارع عمومي. هو ده شارع عمومي برضه؟ بقول لك ايه، انا قلت لك ان انا قابلتها بالصدفه وسلمت علي. خلاص يلا بيني. هد حالك يا علاء، انت متعور لحسن الجرح يتفتح. وانت مالك، مالك يا بارده اللي ما عندك دم ولا كرامه؟ بعد عن وشي. وانا قلت لك روحي بدل ما مد ايد عليكي، وكمان عايز تمد ايدك علي في الشارع قدام الحربايه دي؟ انت مش سامعه كلامي من الاول، هعمل لك ايه يعني؟ وانا عاد مش مروحه غير لما ادبها. عارفه مين اللي عايز يتربى وتتادب؟ انت اللي ما بتسمعيش كلام جوزك. واه كمان كمان هتغلط فيا؟ ما انا قلت لك من الاول يلا نروحوا يلا نروحوا، انت اللي عايز تكبر الموضوع. الموضوع كبر خلاص، فعلا كبر قوي وزاد عن حده. وبعدين ما تتكلميش كده مع جميله، عشان جميله دي هتبقى مرتي. مرتك؟ ايوه مرتي، ده كان لازم يحصل من زمان. انت اتجننت؟ انت عايز تتجوز عليا؟ وكمان المخفيه دي؟ قلت لك ما تغلطيش فيه، يلا روحي. ماشي علاء، بس خلي بالك انت هتلعب بالنار. علاء صح اللي انت قلته ده؟ كده علاء دي اخرتها؟ عايز تتجوز علي وكمان جميله؟ ليه انا عملت لك ايه؟ بس جميله دي وربنا لو وريه مش هسكت لي. خطفت الرجاله دي، انت وعلاء نهاركم معايا اسود، وانت فاكريني سهله؟ سعاد يا بوي مش طالبه اتكلم مع حد دلوقتي، تعالي يا اختي. فهي بنت سعاد، سعديه قالت ان انت طلعت عيطي. ليه؟ مين اللي قالت كده؟ لا انا مش ببكي ولا حاجه. امال مالك في ايه؟ ما فيش انا كويسه. واه انت هتدينا ظهرك كمان؟ لا كده في حاجه. ما فيش حاجه يا عمتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هنا يما وانا ادور عليكي. ايوه يا ولدي كنت بشوف سعاد مالها. سيبك دلوقتي من سعاد، خليكي في الحاجه المهمه اللي عايزه اقولها لك. والله سيبك من سعاد؟ ماشي. بقول لك ايه، مش عايز اسمع صوتك، انت فاهمه ولا لا؟ واه يا ولدي في ايه؟ ما فيش حاجه يا اما، بس يعني انا جاي اقول لك ان انا هتجوز. واه يا ولدي بلاش الهزار ده، عشان الهزار ده تقيل. ايوه واختي مجنونه، ممكن تصدق. تصدق ولا ما تصدقش مش مشكلتي، ما تهمنيش اصلا، وانا بتكلم صح. انا هتجوز وهتجوز جميله. واه هتقول ايه يا ولدي؟ اللي انت سمعتيه يما، هتجوز جميله. بقول لك ايه يا علاء، بلاش الهزار بالله عليك في الحاجات دي. وانا مش بهزر يا هانم، انا بتكلم بجد. روحي يا حبيبي اتجوز مع الف سلامه، ابقى وريني هتعمل ايه مع الحربايه دي. هي دي حد يقدر يعاشرها غير لو كان شبهها؟ ان كنت قدرت اعاشر كل ده هقدر اعاشرها اكيد. واه هتقول عليا انا الكلام ده؟ ليه كنت شايفني ايه قدامك؟ انت جننت ولا ايه؟ جني لما يلخبطك. احترمي حالك وانت بتتكلمي معاي. لحسن يمين ثلاثه طلقك. فيه يا ولدي هو انت شارب حاجه ولا حد عامل لك حاجه؟ مالك؟ ما حدش يما عامل لي حاجه، وانا فكرت وكان لازم اتجوز جميله من زمان، بس كنت ايه اعمل قلبه والبصيره. حضري حالك عشان يومين كده وهنروح نطلبوها. علاء خد يا واد. فيه يا بنتي هو انت عملتي له اهل كل ده؟ واه هو انا لازم اكون عملت له حاجه يعني؟ ما عملت زي ما انت شايفه، هو اللي كده اتصف نافوخه وعايز يتجوز الحربايه دي، بس اقسم بالله ما انا قاعده له ولا دقيقه لو اتجوزها. لا يا بنتي اكيد في حاجه غلط، انا رايح اشوفه. تشوفيه عاد ما تشوفهوش، انا قلت اللي عندي. ايه دي حاجه سعاد، هي مالها تكلميها كده ليه؟ ايه اللي حصل بالظبط وصلكم لكده؟ واه تعالي انت برضو هتقولي لي ايه اللي حصل، اساليه هو. جبت واحده واحده في الكلام عشان نفهمه. ايه اللي عملتيه وهببتيه خلاه عمل كده؟ وبعدين انت كنت فين اصلا؟ انا ما سمعتش كلامك ومشيت وراه لحد ما شفته وهو بيقابل الزفته اللي اسمها جميله دي، وعرفت ايه اللي مغيره. واه برضو ما سمعتيش كلامي؟ وبعدين يعني ايه اللي خلاكي تفكر ان هو بيقابلها؟ واحد بيقابل واحدة عند زراعية جنب البيت كده، يبقى بينيل ايه؟ وانت عملت ايه لما شفتيهم؟ فرشت عليهم الناس طبعا. واه غلط اللي انت عملتيه ده؟ وانت كنت عايزاه نعمل ايه؟ يعني انت لو لقيتي حموكشة ده واقف مع واحدة كنت هتعملي ايه؟ كنت هروح ولما يجي البيت هسأله بالراحة. ليه على اساس ان انت ملاك يعني؟ مش هتتنرفزي؟ مش هتتعصبي؟ لا يا اختي.
انت بتقولي لي كده عشان انت مش في نفس الموقف. ده كلام الناس العاقله، لازم تفكري في كل حاجه بتعمليها. وبعدين هو قال لك ايه لما رحتي وقلتي له انت بتقابلني؟ قال لي لا كانت صدفه، وانا ماشي هي جت سلمت علي وهي قالت لي شفته متعود جيت اشوفه ماله. فاكرين عبيتي هصدق الكلام الهبل ده؟ واه انت غلطانه، ممكن يكون صح اللي حصل ده، وبعدين علاء مش بتاع الحاجات دي. طب قولي جميله ماشي، لكن علاء لا والله. ليه؟ على اساس ان هو ملاك بجناحات ما هو راجل زي كل الرجاله. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني قصدك ايه الرجاله كلها خاينه؟ لا فيه رجاله محترمه، هم واحد ولا اتنين كده اللي مسوقين سمعه الباقي. لا كلهم شبه بعض. انا متاكده ان هو ما كانش حد يتجوز ولا نيلي، بس انت لما فرشت عليه الناس وما سمعتيش كلامه راح طقت في دماغه وقال اتجوزي. يعني انت اللي جبتيه لحالك. بقول لك ايه يا هاني، همليني حالي، انت مش هتفهميني. لا هفهمك بس واحده واحده عشان نحل المشكله دي. المشكله خلاص حصلت وانا مش هقعد له في البيت ولا دقيقه واحده. تبقي عبيطه لما تهملي بيتك وواحده تيجي تاخد جوزك وتاخد بيتك على الجاهز كده. امال اعمل ايه يعني؟ لازم تحاربي، لازم ترجع جوزك تاني ليكي وتخليها تطلع برا حياته. لا وحارب ليه على واحد باعني اصلا؟ هو لا باعك ولا نيلي، بس اسلوبك ده هو اللي خلاه يعمل كده. وبعدين مش ده الراجل اللي انت بتحبيه؟ مش هو كمان بيحبك واستناكي كل ده لحد ما خلصتي تعليمك واشتغلتي؟ مش ده ابو بناتك؟ ايوه بس هو نسي كل حاجه. لا ما نسيش، بس انا قلت لك كذا مره ان ده جوزي، ما ينفعش الاسلوب ده معاه. انت مش بتكلمي واحده صاحبتك، انت برضه مش عايزه تفهمي. كل ما يقول لك حاجه ما تسمعيش الكلام وتعلي صوتك وتعاندي. لا يا بنت الناس، امال اسيبه يعني يتحكم فيا؟ ليه ما عنديش شخصيه انا؟ وهي الواحده عشان تبقى عندها شخصيه لازم تقل ادبها على جوزها؟ لا انا مش بقل ادبي، بس انا ارد عليه لما الاقي الكلام مش عاجبني. بص يا اختي انت مش فهماني خالص، المعامله مع الراجل غير مع واحده صاحبتك ولا مع اختك مثلا او اخوك. ما ينفعش، لازم تتعاملي معاه معامله تانية خالص. يوعد انا مش فاهمه حاجه. سعاد ايه يا عمتي، اتكلمتي معاه؟ قلت له ان انا مش قاعده ولا دقيقه؟ ايوه يا بنت اتكلمت، بس هو مصمم ان هو يتجوز، حقه. واه في ايه؟ مستغربين ليه؟ هو راجل ومن حقه يتجوز اربعه، وبدل مش مستريح مع مراته يبقى خلاص هو حر. انت اللي هتقولي الكلام ده يا عمتي؟ ايوه يا بنتي، انا اللي يهمني مصلحه ولدي وان هو يكون مبسوط، وهو مش مبسوط مع اختك. مش مبسوط معايا؟ انت اللي هتقولي الكلام ده؟ معقوله؟ ايوه يا بنتي، انا ام وعايزه مصلحه ولدي، هعمل ايه يعني؟ وبعدين انت اللي غلطانه، انا مالي؟ ماشي وانا عاد مش قاعده لكم ولا دقيقه. والله يا بنتي انت حره براحتك، ده بيتك، عايزه تقعدي اقعدي، عايزه تمشي وتحملي بيتك لوحده ثانيه براحتك. انا قلت لك وخلاص، انا اللي يهمني مصلحه ولدي. شفتي؟ شفتي هتقول ايه؟ ايوه حاجه غريبه انا مش مصدقه، كانت عامله نفسها طيبه وحامه كويسه وفي الاخر بانت على حقيقتها. دي كانت عزاحك معاهم عشاننا، ايه اللي حصل؟ قولي لي، كانت الاول تقول عشان الخلفه لما انت اتاخرتي، دلوقتي بقى هي حجتها؟ والله ما عارفه، انا لازم اشوف ايه الموضوع ده. تشوفي عاد ما تشوفيش، انا هلم خلقاتي ومروحه. بقول لك ايه يا بنت انتي، اعقلي وخليكي قاعده في بيتك لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. لو هملتي بيتك هي هتيجي تقعد هنا على طول، وانت مش هترجعي تاني، انت فاهمه ولا لا؟ وني مش عايزه ارجع هنا تاني عشان بناتك يا هبله. والله لو خرجتي من هنا لا انت اختي ولا اعرفك. واه كلكم علي؟ ماشي. حماتي كمان؟ حماتي اتفقت معاه؟ واه ايه اللي بيحصل ده؟ بصوا ربنا ما انا ساكته، انا اروح اشتكيه لابوه وهبعت اجيب ابوي وامي ونشوفه بقى. ايه يا بنتي شيعتينا ليه؟ في مشكله كبيره يا ابوي عندي. مشكلته يا بنتي كفل الشال، الاستاذ علاء عايز يتجوز علي، وعارفين عايز يتجوز مين؟ جميله. والله يا بنتي جميله دي كويسه، يعني بنت حلال ونعرفها. بنت حلال ونعرفها؟ هو انا مشكلتي ان احنا نعرفها ولا ما نعرفهاش؟ بقول لك هيتجوز علي، كمان حماتي موافقه. احضرينا يا ام هانم، ولدي مش مبسوط وعايز يتجوز واحده ثانيه، اقول له لا؟ لا طبعا، هو حر، الشرع محلل له اربعه. محلل له اربعه؟ ايه اللي انت هتقوليه ده يمه؟ الحقني يا ابوي. سامع يقولوا ايه؟ يا بنتي انا مش شايف كلام غلط، يعني الراجل وعايز يتجوز تاني عادي، هو هيعمل حاجه حرام. واه هانم يا اختي الحقيني. بصي الصراحه بعد ما فكرت كده لقيتها ما فيهاش حاجه، انا استعدنا في شغل البيت. انت بتقولي ايه انت كمان؟ انتوا كلكم ايه اللي حصل لكم؟ اقسم بالله لو ده حصل ما انا قاعده هني وهاخد بناتي واروح عند ابوي. وانا ما عنديش الكلام ده، لا ترجعي لي في يوم زعلانه ولا مطلقه، تقعدي في بيتك وتتحملي كل حاجه، وبعدين هو مش هيعمل حاجه غلط يعني. ايه يا ابوي اللي انت هتقوله ده؟ انت عايزين تجننوني؟ يا عم شعبان انت مش بتقولي ان انا زي بنتك وهتحبني؟ يرضيك اللي بيحصل ده؟ يا بنتي علاء هيعدل ما بينكم ما تخافيش، انت يوم وهي يوم، مش هياكل حقوقك يعني. اه هي يوم وانا يوم وحقوقي؟ ايه اللي انت هتقوله ده؟ يا ربي عم شعبان انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه يا بنتي، هو انا اخرف يعني؟ لا لا ما تخرفش، انت بتقولي صح، هي يوم والتانية يوم. يا مري الطم منكم، ما تقعد يا بنت، هو الراجل هيعمل حاجه غلط يعني؟ انت مالك كده؟ لا
اكيد دي حلم، ده كابوس اكيد هفوق دلوقتي. انا هغمض عيني وافوق. ايوه هو حلم اكيد حلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم عاملين ايه؟ رايقين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا سامع صوت المخفيه دي، لا اكيد ده مش حقيقي، اكيد ده كابوس، عشان هي لو جت لحد هنا هي بتلعب في عداد عمرها. اتفضلي يا جميله يا بنتي يا عروسه ولدي. واه جميله هنا؟ ايه اللي جابك هنا يا بنت المحروق؟ جايه بيتي برجلكي وبتقولي لها اتفضلي يا عروسه ولدي؟ ماشي يا حماتي. واه خليكي هادي يا سعاد، ده احنا هنبقوا ضراير. ضراير في عينك وعين اللي خلفوكي، انت صح ما بتختشيش. ايه يا بنتي انت كلمه ضرتك كده؟ جميل اقعدي جنبي، تعالي يا جميل اقعدي جنبي، حتى انت يا هانم ماشي ادعي لك بايه؟ تدوق اللي انا بدوقه؟ يعني انت لو جوزك قال لك هتجوز عليكي هتبقي مبسوطه كده؟ وماله بدل هيبقى مبسوط يبقى على قلبي كده زي العسل. واه على قلبك زي العسل؟ اقصى عليكي. اروح فين يا ربي؟ اروح فين؟ العيله كلها اتفقت علي للدرجه دي، انتوا مش طايقيني؟ يه يا ابوي يا ابوي انا عايز اروح من هنا، لو مش هتاخدني عندك اروح فين انا؟ مفيش خروج من البيت يا بنت انت، يلا روح على اوضتك. كده يا علاء؟ ماشي. هو انت قلت لهم ايه عليا؟ والله لو اوريك انت وهي. خليكي هادي عادي يا سعاد، انا ما عملتش حاجه غلط، انا استخدمت حقي الشرعي. وبعدين ساعدوا بعضيكم في تربيه البنات بدل انت مش عارفه. هو انا كنت اشتكيت لك ولا كنت قلت لك جيب لي حد يربيهم معايا؟ اهدي عادي يا سعاد، ده انا وانت هنبقوا زي الاخوات، زي السمنه على العسل كده، وهربي لك بناتك احسن تربيه. تربي لي بناتي مش لما تتربي انت الاول يا اختي. ربنا يسامحك، مش هرد عليكي عشان انت دورك القديمه، لكن انا الجديده. والله لا اضربك بالمركوب، لو ايدك اتمدت عليها انا مش هسكت لك، انت فاهمه؟ دي خطيبتي وهتبقى مرتي، انت فاهمه ولا لا؟ ايوه انا خطيبته، يعني لو ضربتيني كانك هتضربيه. واه عالتاسه ريح المجنونه دي، حد يروح يشوفها. قوم شوفيها يا هانم. لا بلاش انا احب على ايدك، انا عندي عيال. بو الحقوني، سيبيني عادي سعاد، انا عملت لك ايه؟ يا مري هتموت البنت سعديه، اجروا. يا ربي على وجع القلب ده. سيبيها يا بنت هتموتيها، محدش يكلمني، محدش يقرب مني، انا بص مش شايفه قدامي. انا يعملوا فيا كده؟ والله ما انا ساكته، انتوا فاكريني ايه؟ سهله يعني؟ لا مش هرضى انا بالوضع ده. هما ايه اللي حصل لهم؟ شاربين حاجه دول ولا ايه؟ ايه ده؟ ليه كلهم كده مستسلمين؟ وليه راضيين كده ويقولوا لي عادي؟ عادي كيف يعني؟ اروح فين يا ربي؟ ابويا وقال لي ما تجيش عندي، وامي كمان عادي، وحماتي مش طايقاني، اروح فين يا ربي؟ اروح عند بيت جميله واقعد عندهم؟ زي ما هي خدت بيتي اروح اخد بيتها، ولا اروح بيت عمي، ولا اقعد هنا واشوف ايه اللي هيحصل؟ اعمل اي حاجه وابوظ الجوازه دي؟ لا لا ما اقدرش استحمل، لا اروح فين انا؟ ايوه هروح عند جدتي، بس يا رب تفتكرني. ايوه انا هروح اغير خلقاتي واروح لها تفتكرني، عاد ما تفتكرنيش هقعد عندها برضه، عشان هم فاكرين ان هم بيلوا دراعي. قال ايه على ايه جوز جميله؟ يا لهوي ايه اللي حصل له ده؟ جات كده عملت له عمل الملكومه دي. ما قداميش حاجه تاني، ما اقدرش اقعد اتفرج. اختي بتفكر بالعقل، لكن انا ما اقدرش افكر بالعقل، ما اقدرش اتحمل، ما عنديش طاقه. هي عندها لكن انا ما عنديش، وهو كان عارفني كده من الاول وحبني على كده، دلوقتي مش عاجباه. انا هقعد اشيل وانكت في نفسي كده ليه؟ انا البس واغير كده واظبط حالي واروح عند جدتي وهضرب الدنيا طبانجه وخليهم يولعوا ببعض. الحقيني يا جدتي، كلهم اتفقوا علي، كلهم خانوني، كل حلفائك خانوكي يا سعاد. انت مين يا بنتي؟ لا احب على ايدك، ده مش وقته خالص ان انت تنسيني. اروح فين؟ ما عنديش حد غيرك يا جدتي، لازم تفتكري. ابوس ايدك. انا جدتك؟ ايوه انا سعاد بنت بنتك، بنتك بعتني وابوي كمان. السته دي قال لي ما تجيش عندي، اروح فين طيب؟ والراجل، الراجل اللي كان هيحف علي وكان هيحبني، تصدقي عايز يتجوز علي. ومين المخفيه اللي اسمها جميله؟ مين الراجل ده؟ علاء، علاء جوزي. لا مش عارفاه. يلا بعدي من هنا، انت حراميه ولا ايه؟ لا لا احب على ايدك، مش وقته خالص ان انت تنسي، وكمان تبلغ المركز والظابط يجي ويديني على قفاي. لا 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 انا مش جايه اتبهدل هنا، ولا اقول لك انا اللي جايه انضف لكم البيت واعمل لكم واكل. واه وقعت تحدثي معاي؟ يلا غوري يلا اعملي لنا الواكل ونضف البيت. بصي مش عايزه ترابايه كده في البيت، اخرتها يا ربي اقعد انضف واعمل واكل انا؟ انا اللي استاهل، انا كان مالي ومال الجواز والنيله السوداء دي. هي مين دي؟ معرفهاش، شكلها حراميه. واه حراميه، يبقى نبلغ المركز.
لا يا عم اسماعيل، احب على ايدك، مركز له. انت تعرفيني يا بنتي؟ ايوه انا سعاد بنتكم. لا بنت بنتكم. لا انت مش ابوي، هي اللي جدتي. انت نسيتوني يا جماعه، انا جايه ليه اصلا؟ دي شكلها مجنونه يا مريعات. هو انا ناقصه؟ قولي لي يا بنتي واحده واحده كده، ابوك مين وامك مين؟ ابوي اقول لك ايه، ابوي باعني. صدق باعك لمين يا مريعات؟ انا مش ناقصه يا عم اسماعيل، انا بنت بنتها اللي هي انت متجوزها دي. انا مش عارفه افسر دلوقتي، ارجوك خلينا اقعد، خلينا اقعد وانام، انا عايزه انسي. خلاص يا بنتي هدي حالك، ربنا يخليك يا ابوي. واه هو انا ابوك؟ ابوي اهدي. انت ابوي وهي امي. واه احنا خلفنا اسماعيل، شكلنا كده. برافو عليك، جبت لي بنت زي ما انا كنت عايز. يا ربي هعيش معاهم ازاي الناس دي؟ ده هيموتوني، ده كده هيخلوا عقلي يطير اكتر ما هو طاير. يا رب الرحمه من عندك. بقول لك ايه يا اسماعيل، روح هات كفوله وهات البودره دي وهات البنت دي، عشان ايه نشطفوها ونحط لها الكفوله احسن تعملها علينا. مين دي اللي هتلبس كفوله؟ مين انا؟ ايوه يا بنتي انت. اهدي يعني انتوا هتنسوا وماشي، لكن مش شايفين ان انا كبيره؟ ايه كل ده وعايزين تحطوا لي كفوله؟ يلا يا بنت عشان ما تسربيش وتبهدل الدنيا. اسرب ايه يا جدتي؟ هو انا انبوبه قدامك افرجح فيكي واخلص؟ البنت دي مش متربيه وصوتها عالي وعايزه تتربى من اول وجديد. روح يا اسماعيل هات الخرزانه وتعالى. ماشي يا مري. خرزانه ايه اللي انتوا عايزين تضربوني بيها دي؟ ده انا ما اتضربتش يا جماعه وانا صغيره، حرام عليكم. لا لا انا ما اقدرش اقعد معاكم، انا كده هتجنن. لا اروح فين يا ربي؟ واروح فين ليه وشقتي موجوده؟ انا ايه اللي خلينا اسيب بيتي؟ لا انا رايحه شقتي ولي يا جميله وعلاء، اما نشوف مين اللي هيكسب. والله لا اوريك يا جميله وخلي ايامك كلها هباب انت وعلاء دي. انا هشوف بالظبط الراجل ده هيشرب ايه وهيخطرف كده. انا وراكي والزمن طويل. يلا هات الخرزانه.